مختار قبلك طلبوا بعض نعطيك هاي. انا فما حاجه نحب نقولها لكم اللي كانوا اول لقاء صار ما بين السيد كمال يدير ونيجي تويني الحقيقة ما كانش خا تاري ما تعديش علاش خاطر السيد خد زوين يدخل تخل العاده بالتعاليم تاعو بالتعالي. الراجل عنده نهارين قالوا اسمعني

ثانيا انا اقول لك من هنا من الاستوديو بتاعك أكبر خسارة في الاربيتراج خسارة ناجوين لا ويبدو لي مختار مع إنسان المنظومة القديمة هي هي المناسبة معناها اليوم. لا باقي ما فهمتنيش أنا معاه راهو توجه ناجي وفر له خويا. هاو تفهم معلومات توا جايب قريب العشرة ديكيت وواحد من مصروفه الخاص من, من 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 سبونسور جايبها يخدم عليها مع شركة أجنبية. معناها الراجل كان وفرت له أنت فلوس راهو خدم من ما نعرفش يقولوا من قطر. قطر باش تعطي هبة للحكام التونسة وكان الوسيط يعطيك جويني قاعد يخدم على وفر له وفر له اعطيه 5 مليار دويت في العام هذا متكبر وخلى صربيت رواتك خليني نحكي ساعه خليك متكبر شنو متكبر تخل تخل طريقة غالطه يا سيدي ذات. تخل بطريقه غزر الكمال يدير قال اول دوسي لازم تخدمه هو التحكيم ما كانش راني باش نستقيل قال انا عندي نهارين حتى ما نعرفش لي كونت نتاع فيهم تعمل لي في ضغط شنو معناها انت تقول لي هكايا مو نقعد نحكيوها ويتاها وكذا من الاول يقول لك نعطيك انا مو الزمن روحه يعاود ذكر كي قال كي شد نجي جويني وقال الجماعة هربوا مراد وعواز وكذا سيدي هاو الزمن يعاود روحه ونجي جويني هرب كيفيش. وهرب من المسؤولية لحظة. أيوه. لحظة لحظة ما غلطوش العباد هو قال هربوا خلينا نفسر لك تعرف اكيد انت قال هربوا خاطرهم مشاو وخلاو كل شيء ما غير حتى باسيون لحظة مش... عاد خلينا نكمل الجملة البارح حميم برك الله لهنا قال لك نحن حتى استقلنا باش نكملوا ونشرفوا على كل شيء حتى يصير يتم تعيين لجنه جديده وين الهروب لهنا؟ لا مين برك الله لا غيره ينجم يعفس الم... الجامعه توا طو... الجامعه التونسيه بي... هذا, هذا موضوع عارف. بالنسبه لي نحن بالنسبه لي ما... نحن ما... نفس ما نفس نفس الموضوع الطريقه اللي خليني نكمل خليني نكمل لك انا آه... الزمان يعاود روحه نجويني هرب نجويني تعرف وقتاش نقول ما هربش وقت اللي يبدا قاعد مقابل سلام اخويا ساعه ونص قاعد انت في البلاتو هذا وفسر الراي العام علاش والظروف والعالم لكن انا هنا كي ما يخرجش يتكلم نولي نمشي فما خلفية اخرى ونشوف ان المعلومه جات من احمد الصالحي صحيح الراجل يمكن خاف على ولده ولا خاف على كذا حقه خرج المعلومه الثابته اللي كونه نجويني خارج التراب التونسي موجود في قطر والمعلومه الثابته الاخرى زاده اللي نجويني بدا يخدم في مهمه جديده في قطر امم فقط كلمه احمد طلب آه كلمه بعدك يعطيك ذاك ونخدموا. انه السيد كمال يدير ما ياخذ حتى قرار دون الرجوع الى سلطه الاشراف هذه حاجه وسلطه الاشراف لم تستسغ آه آه ناجي جويني كيفاش مشى يطالب حقوق الحكام قبل الانتخابات الرئاسيه آه وقالوا له اللي راهو سلطه الاشراف مش هي معناتها المسؤوله على انا على خلاص الحكام قاعد تسيس فيها اكثر برشا مش سايس فيها انا انا قاعد نحلل في معطيات أنا يعني مع مانيش ما, ما, ما عندي موقف حتى ما حد أنا مع سيري ذا خساره كبرى انه اقصاء نجي جويني من من قطاع التحكيم م. اللي بصراحه شفنا فيه امل مش يتعافى التحكيم وعلى الاقل يكون حكيم طيب طيب تحكيم من جديد رجعنا نفس الاسماء معنا. حاجه اخرى ما قام به الحكام. بس الاسماء اللي تسمي فيها ما قام به الحكام. ما لازمش اسماء منظومه قديمه. ما خليمة. قام به أه. الحكام. وعلاش انت الناس الكل نعرفوا المنظومه القديمه كيفاش. والعباد الاخرين ماهوش الواحد ما يجيش فما اسماء عندهم عائلات هشام جيرات مراد الدعمي. تعبنا منهم تعبنا منهم تعبنا منهم. تعبنا منهم اللي راه فينا من فوق هو من اللوط. مع كامل احتراماتي للحكام. اللي قاموا به هو نوع من البلطجه أيه، صحيح. نوع من التبوريب نوع من قطع الطريق قريتك العمل عمل ياجور اللي... على السكه احنا في بين العاد عاد اللي... ولا وانت ولا ونت... الاحتجاج يطلب... عنده درجات اللي يطلب فلوس يقول بلطجه ما تمشيش للدرجه القصوى عايشك ما ليش مرفق عام ما تمشيش للدرجه القصوى احنا في بين عادة التبوريب وعاد كتبني يجور على السكه ولا وانتهى فما شكل تدريجي انت احتجاج تمشي بالتدريج تعمل شارع شارع حمراء تمشي تعبر على الميكرو حسني حكم حسني البارح تعرف قال

كان يتبع في الماتش في التلفزه إيه؟ سيف الورتين يمشي زي ما اسيستون غادي عيط له قال له ايجاني عيط له بالواحد قال له ايجاني ويحكي مع ما 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 تمشي ماشي خاطر حاجه هذه باش نقولها لك الحكام توا راهو قال لك اه لو يرجع ناجي جويني توا راهو ما ناسش الشتم وحتى كان قاعد معاه راهو بالتصفير ومش خليه يتكلم حتى العباد هذو اللي جايين اسمعني خليني لك لا 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 يا اخي انت سالتهم الحكام الكل الكل معناها قالوا لك الكلام هذا معناها التوجه نتاع الحكام اول مره في تاريخ تونس راهو يصير الحكام يتوجهوا ويمشيوا لي بلاتو يحكيوا كيما قال فاكر ممنوع هاو كان لازال تنسيونو ما خرجوش على خاطر يخافوا على العقوبه نتاع الفيفا خرجوا الاولاد اللي ما همش خرجوا يتقصوا في الكلام هذايا نعطيك معلومه حتى هذوما اللي باش ياخذوا مهمة توا راه قال لك اجانا واجا تو نحكي وجمعتين اخرين وكذا قال لك لا سبيل لي قال لك ها طلبات نعطيك الحكام بدايه خلينا طلبات الحكام اعطيني فلوسي ومش 30 و40 اعطيني فلوسي اعطيني تيران واعطيني دوش ومن بعد التامين والتنقل و والحاجات حلوة كل وكذا قال لك الكل من نقاط لأ وحاجة أخرى باللي حتى في التعليقات تو مسج خنت نتفاعلوا مع المستمعين آه النجم هكا الاسم يتفاعل مع أحمد يقول لك ثلاثة سنين ما مش خالصين مشاو للبلجة يا تخليك خليك أنت تقول بلجة خليك أنت عام مش ثلاثة سنين. لا ما من يعيشوش منها لا لا. لا, 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 لا ما يعيشوش من ما يعيشوش من فلوسهم. إسلام. فما تدرج هذاك هذه المغالطه نحكي عليها بتاع برك الله النطق الرسمي هذه المغالطه يعمل يعني فيها ما فماش بطاقه تعريف فيها حكم هذه اوبسيون نقولوا واحد اي متفاهمين ماهيش مغالطه عندكم ايه مغالطة. كلهم شو اللي تاجر اللي بابا في الداخليه الكلها تخدم ايه. لا 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 هذاك لا عشق لا فما طالب فما يخ... طالب ويمشي لبن كردان ويصرف في انت وانت ذات تقول خليني خليني نكمل تقرا لي في مخي فيهم اللي يخدم فيهم اللي مازال يقرا فيهم الاستاذ مش نحكي على الصغار نحكي على الكبار نحكي الكبار معروفين تعدوا في التلفزه من دو للناسيونال معناتها انت قاعد باهي تسلفت ومشيت للماتشوات وكما قلت من حقك وترقدوا في بلايص خايبه ودي بلاس مو ونعرفها مش محميين وكذا الغلطه الكبيره اللي عملوها كانوا خلاو الناطق الرسمي برك يتكلم عليهم وهم يشدوا ديارهم راهم البارح اللي شو البارح الناطق الرسمي ومعها هربيتر في البلاتو يقولوا لا هذيك خلايا اللي كنت تكلمينها فوضى ولا المفروض نكون محايد لهنا لكن انا كي لهنا نشوف منظومه قديمه تحب ترجع وعبيد تحب تصلح يتم التعامل معهم بشكل ذي ما نجمش نكون محايد مع حاجه كمان هكا موسيقى موزيكا وبعد نكملوا الحصه نتاعنا اليوم